السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة ما عاد درينا احنا كيف نسوي مع علومنا، لازلنا نعاني نفس معاناتنا الأولى، إن يجونك النقاد والمقدم ما يتابع الفقرة ولا يدري وين الله حاطه، ويجيب لي محاور ما هي بأساسية ولا هي برسمية، وألفاظ كالعادة ما تمثل أحد في هذا البرنامج. أنت على شاشة قوية في برنامج له صيته، اطلع بمظهر جيد، تكلم مع الرجال بكلام جيد. حنا قبل نجيكم هنا حنا أولاد ناس وأولاد قبائل، تتكلم معي بكل احترام، إذا ما أنت محترم يا أخي لا تجي الفقرة. لازلنا نعاني من عدم المتابعة، يجيني البخات يتكلم عن فقرة مطبخ لها 3 أيام يقول لي اليوم، يجيب لي مواضيع ما تذكر وينسى مواضيع الجمهور. يا أخي يا أخي من حقي أنا كعمر أو أي شخص يأخذ الهامور أنك تذكره؟ ليه أروح أدري من البنك إن عندي 800 ريال من الجمهور تقول لي ما عندك مواضيع؟ ما تستحي على وجهك؟ إيش الكلام هذا يا أخي؟ كيف ما تستحي على وجهك؟ ما أشوفكم شيء يا أخي. حنا رياجيل نتكلم مع رياجيل، طلعت من دائرة الإعلام ودائرة ما قدام الشاشة قدام الشاشة تحت الشاشة تحت الشاشة. المرة الأولى مشيناها سكيت قلنا يلا فقرة أهله، لكنها توصل إلى إسقاطات من فهد معيان من البخات، هذا غير مقبول لا عندي ولا عند أي شخص من هذا البرنامج. على كل حال أنا أشكر اللي أعطاني 8 ريال من الهامور، وهذا يعني صرنا نضطر ندخل كونفشن روم ونتكلم نشكر جمهورنا، بدل اللي المفروض إنه هو اللي يعلن لأنه ما يتابع البرنامج للأسف، يطلع من القناة والله ما يدري وين البرنامج، يجي يأخذ مقاطع من تويتر يجي يسولف عنها كلمتين ويضرب الباب ما يدري. الكابينة ما وضحونا هل المكالمات اللي أنا أكلم فيها تحسب الخماش ولا ما تحسب، لأنه قاعد يسجل علي هني قاعد أكلم. موضوع البوليفارد، يعني أنت فتحت أمس موضوع البوليفارد، موضوع كبير وحدث مدري كيف صار، وهم 2 اللي في البوليفارد، ما قدرت تقول عمر بن عوضة عن طلعته؟ لكن يعني عشان سكتنا وحشمنا واستحينا وأخذنا كلام الرياجيل وتعاملنا كرياجيل وقلنا يلا ننتظركم لين تطلعونا ونقول يلا حبايب، تسكون في وجيهنا؟ هذا نهاية الاحترام والتقدير لكم؟ تصك الكاميرا قدام الرياجيل تتلفظ عليه بألفاظ ما تمثلك ولا تمثلنا ولا تمثل قناتنا ولا شاشتنا؟ الموضوع زاد عن حده، حنا نطلب أبو عبد الله يتدخل، ما قصر المرة الأولى تدخل ومشت الأمور بطريقة سلسة، لكن فقدان الذاكرة هذا اللي ما ندري وين الله، أوه نسينا الله انجنينا، ما يمشي معنا. تتعاملون معنا كرياجيل ولا بنقدر نتعامل معكم كرياجيل ونتعامل مثل تعاملكم؟ لكن حنا فوق، حنا فوق، ما أقدر أنزل إلى المكان، يعني أنا أمثل ناس وأمثل قبيلة وأمثل عائلة وأمثل، أقدر أني تصير ألفاظي منحطة، أقدر وأتردد أنا وياك وزي ما تجي تجي، لكن حنا جايين نظهر أنفسنا بمظهر جيد، فأظهر نفسك أنت لأنك مرآة لنا. إذا ما تبغى البرنامج، ما تبغى تقدم، عندك ضغوطات ثانية تجي تظهر على المتسابقين، هذا إيه يا أخي خلها عن نفسك، لا تجي تطلعها عندي. وترى ما اقدر اجي وراه عند الاعداد واتكلم انا وياك واتلاسل انا وياك، وادري اني لو جيتك عند الاعداد بتضحك وتقول لا هذا الاعلام، الاعلام تغلط على الرياجيل قدام الشاشه تحت قدام الشاشه، نجيك ورا الكواليس خلك عند موقفك. الكلام الزايد ما عاد يمشي معنا. هذه المره والله احتراما لنفسي ولمن هم ورايا ولمدير البرنامج ولمن هم في الاداره. المره الثالثه حنا ما ندري ايش بيكون عواقبها، فتعاملوا معنا باحترام عشان تلقون معكم ناس محترمين، ولسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك يا عبد البخاتة وفهد معي. الله يبيض وجهك ويجمل حالك، بس كلامك صحيح، حنا نحصل كلام ما له لزوم ونحصل قلة حياة ما له لزوم، وصدق الله يا ربي، لكن نتحمل ونقول لا برنامج ومعدين ولازم نحترم أنفسنا. صار الكلام لنا الحين كم يوم؟ لنا 7 يوم، إذا ما جبنا إذا 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 ما طلعونا في الكونفشن روم هنا بكلام ما له لزوم ولا ما فيه لا ثناء ولا كلام ولا شيء زين يجيبونه هنا، كلامك على متمه والله يبيض وجهك. كلامك يبيض وفقرتهم لي، فقرتهم لي أنا كمتسابق، أنت قائم على المتسابق، تاخذ المتسابق اللي يبغى يدخل تاخذه، رضيت أو ما رضيت لازم تاخذ المتسابق، احنا نرفع حلقتك واحنا اللي نطيحها. فتعامل معنا زي الناس يا عبد الخالق انت وفهد معيان عشان تلقون تعامل طيب المتسابقين، وهذه عادتهم تعاملهم معكم دائما طيب. ما نبغى نطول في الكلام، نتمنى صوتنا وصل لابو عبد الله وكلام ابو سعيد ما قصر. الشيخ لا تبريك ولدي ولديك ولا اي شيء، ما ادري ايش يبغى، ما يتابع اذا ما مشينا على اللي يبون ولا ايش؟
والله اني احلف انه ما يدري انك شيخ، احلف انه ما يدري ان الشيخ عندك. على الاقل يا اخي تابع قناه، تابع حساب القناه، تابع حساب القناه وتعرف ايش يصير من هامور، من شيخه، من حصانه، من امور واجد. على كل حال شكرا للي احدث 800 نقطه، شكرا انا اضطريت اني اجي اشكر لحالي، شكرا للاعماق وبيض الله وجهي. اعطوك 800 نقطه صح الحمور الله، وانا ايش اعطوني؟ اعطوك كرت اكل اتوقع مجانا. نعم وانا لي اسبوع غامر مجوع، غامر ما معش ما يتابع البخات، ما يدري فين ما يدري، ما يدري هو في هامور في جمهور. تو يقول الاسبوع قبل امس قال ترى في مسابقه الهامور يعني لها اسبوعين. صح انت اللي علمتني ترى. اي في لها في كرت لك. ها في كرت لك وشو؟ اتوقع انها اكل، أكل حتى عبد الله خماش قد اخذها ما قالوها، ما يدري ما يدري والله ما يدري على البرنامج. طيب يا ابو عبد الله، ابو عبد الله انت تتابع البرنامج اكثر من حتى يمكن الجمهور. يا اخي شوف الاخطاء دي يا اخي عدلها بس، ما هو منطقي يا اخي. حنا نبغى برنامجنا وفقرتنا تكون قويه، فتكفى جيب لنا ناس اقوياء يديروا. انا ابغى ذا الحين ابي اسبوع كامل اكل مجانا، انا طالب موضوع ناصر ابو عبد الله. نعم على. في حاجة ولا يجيب لي ذا الحين. السلام عليكم، بكمل خذ راحتكم انا خلاص. بس حاجه بسيطه دام انه عمر عادي يطلع معك. مساكم الله بالخير جميعا يا جماعه الخير. صار لي ثلاث اسابيع قاعد احاول بشتى الطرق، وكلمت جميع الاعداد وكلمت ناس كثيره عن موضوع الاتصال الدولي من الكابينه. من ابسط حقوقي اني انا اتواصل مع اهلي، هذه نقطه. النقطه الثانيه انا ما بتواصل معهم الا برصيدي، اروح لهم اقول لهم يا جماعه الخير فتحوا لي الخط الدولي، ابى اكلم اهلي من الرصيد برصيدي. صار لي ثلاثة اسابيع يا امي الغاليه، يعلم الله اني كل يوم ودي اني انا اكلمش، وكل يوم ودي اني انا اسمع صوتش، لكن والله العظيم اني كل يوم احاول بشتى الطرق اني اقول لهم يا جماعه الخير ابغي اتصل حق اهلي. كل واحد يطرشني عند احد، وكل واحد يقول لي انا خلاص كلمتهم، ولين حين ثلاث اسابيع وانا احاول اسمع صوت احد من اهلي من ابسط